لا يزال فريق كبير من علماء الفيزياء ينظرون إلى الزمن على أنه أحد أغرب خصائص الكون الذي نعيش فيه، والذي لا يزال يحوطه كثيرا من الأسرار التي تحتاج إلى وقت طويل وجهود لا تهدأ حتى يمكن سبر أغوارها. الواقع أن قواعد اللغة في معظم ثقافات العالم تعرف التفرقة بين الحاضر والماضي والمستقبل، كما تميز بين أجزاء الفترة الزمنية ومكونات التي اصطلح على تسميتها في الحضارة الإنسانية الحديثة بالثواني والدقائق والساعات، مثلما تميز بين الغد والأمس. وإن كان أينشتاين قال إن الزمن هو ببساطة ما تشير إليه الساعة، سواء كانت ساعة هي دوران أحد الكواكب أو حركة الرمال في الساعة الرملية أو نبضات القلب وما إلى ذلك، فحركة عقارب الساعة تسافر أي تقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية، بيد أن عددا كبيرا من العلماء يذهبون إلى أنه يمكن تشكيل الزمن بطرق وأساليب مختلفة مثل ما يتم تشكيل الصلصال بأيدي الفنان الماهر. وازداد اهتمام كتاب الخيال العلمي بفكرة السفر عبر الزمن بعد ظهور رواية الكاتب الإنجليزي H.G. Wells عن آلة الزمن عام 1895. لكن هل سافر حقا إنسان عبر الزمن؟ سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو قصص للسفر عبر الزمن، والعلم يوما ما سيكتشف صحتها. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. في عام 2012 تلقى هذا الرجل صورا من عمه بدت غريبا جدا، فقد ظهرت بالصورة مسيرة حدثت عام 2016 احتجاجا على برامج السفر عبر الزمن، ويظهر في الصور سياسي معين لم يكن معروفا عام 2012. مباراة الملاكمة هذه حدثت عام 1995 بين مايك تايسون وبيتر ماكنيل، وشوهد رجل بين الجمهور يحمل جهازا ذكيا لم يكن موجودا عام 1995. هناك احتمال بأنها كاميرا من نوع كاسيو كانت موجودة وقتها، ولكن ذلك احتمالا ضعيفا لأنه لا يوجد سبب يجعله يصور بكاميرا بشكل عمودي. ظهر هذا الرجل خلال تصوير المباراة وهو يركض بسرعة تبدو غير طبيعية، وادعى مؤيدو السفر عبر الزمن بأن هذه السرعة بالحركة تدل على أن هذا الرجل مسافرا عبر الزمن. أثناء تصوير فيلم The Kirkos لشارلي شابلين ظهرت امرأة تحمل هاتفا محمولا وتتحدث به رغم عدم وجود أحد بالقرب منها، فلو كانت هذه إشارة للسفر عبر الزمن فهي إشارة ذكية جدا، لأن هذه المرأة قررت الدخول لمكان تصوير فيلم شارلي شابلين وإخبارنا بالسفر عبر الزمن عن طريق هذا الفيلم بعد أن تأكدت أن أفلام شارلي شابلين الأكثر شهرة في التاريخ. وأيضا في أحد أفلام شارلي شابلين عام 1938 ظهرت امرأة أخرى تحمل جهازا خليويا، ولكن هذه المرة تبدو بشكل أوضح. ظهر هذا الشيء في لقطات كاميرات المراقبة في اليابان، حيث يبدو وكأن شاحنة كانت على وشك أن تصطدم بدراجة نارية، ولكن هناك شخص أتى من العدم وأنقذ الرجل وانتقل معه إلى مكان آخر. في هذا الفيديو هذين الرجلين وهما يتحدثان بشكل طبيعي ظهرت من خلف الرجل سائق دراجة من العدم. يعتقد البعض أنها مجرد زاوية كاميرا التصوير، ولكن تقنيا هذا صعب. كذلك هذه السيارة أثناء التصوير بالصدفة ظهرت هذه السيارة من العدم، وتظهر ردة فعل السائق أنه تفاجأ بوجود السيارة أمامه. في يوم 23 من إبريل 2006 ظهر فجأة شاب وسط مدينة كييف عاصمة أوكرانيا، كان في منتصف العشرينات من عمره، يرتدي ملابس من طراز قديم للغاية ويحمل كاميرا موديل قديم أيضا، وكانت ملامحه تعكس قلقا وتوترا رهيبا. كان يسير في الطرقات ويبحث عن شوارع لم يعد لها وجود. في البداية اعتقد الناس في الشارع أنه سائح، ولكن الغريب أنه كان يصف لهم أماكن وطرقات تقود إلى الشوارع التي يبحث عنها والتي كانت موجودة قديما ولم يعد لها أثر الآن. وكان هناك رجلين من الشرطة في الشارع فاستوقفهما منظر الشاب الغريب وكلماته وتدخلا في الأمر، ظن منهم أنه سائح تائه، طلبا منه هويته، وهنا كانت المفاجأة. أخرج الشاب هويته التي تحمل اسم سيرجي، ووجد رجال الشرطة أن اسمه سيرجي وتاريخ ولادته 1932، أي أن صاحب البطاقة كان عمره في ذلك الوقت 74 عاما، ومحل ولادته الاتحاد السوفيتي الذي انهار عام 1989. وعندما تم عرضه على طبيب نفسي
قال سيرجي بأنه كان يسير في الشوارع مع صديقته فالنتينا، وكان يلتقط صورا تذكارية للمدينة بالكاميرا الخاصة به، ولكن فجأة ظهر جسم غريب أسود يطير في السماء بسرعة عالية جدا. فسأله الطبيب عما إذا كان ذلك الجسم نوع من أنواع الطيور، فأخبره سيرجي بأنه لا يعلم ماهية هذا الجسم بالتحديد، ولكنه كان ضخما للغاية، وأراد أن يلتقط صورا له. وبعد أن أمسك بكاميرته وضغط على الزر فقد وعيه ولم يشعر بنفسه إلا وهو بين الناس في الشارع وحيدا، وحدث ما ذكرناه سابقا. في عام 1901 ادعت آن مولبوري وإيلون جوردان المديرة ومساعدة المديرة لمدرسة هوغو بمدينة أكسفورد أنهما انزلقتا عبر الزمن عن طريق الصدفة أثناء زيارتهما لمنزل صغير بمدينة فيرساي الفرنسية، ليجدا أنفسهما في وقت الثورة الفرنسية، حيث ذكرتا مشاهدة ومحادثات أشخاص يعتقدون أنهم كانوا في قاعة محكمة الملكة ماري أنطوانيت. وقامت السيدتان بعمل كتاب يحكي مغامرتهما تحت اسم آن أدفانتيور. كان هاكان نورد كيفسيت يصلح حوضه الذي يسرب الماء عندما انزحف عبر أنبوب الصرف ليجد في نهايته شخصا يشبهه ولكن أكبر سنا في حوالي 70. حتى لا يشكك أحد في كلامه فقد قام بتصوير نفسه يحتضن نفسه. أظهر الفيديو شخصين متشابهين يستعرضان الوشوم المتشابهة لهم. في صورة التقطت عام 1941 لمسافر عبر الزمن من الوهلة الأولى قد تبدو تلك الصورة طبيعية، لكن عند التدقيق ستجد أن هناك شخصا يرتدي نظارة شمسية ماركة ريبان في وسط جمع يرتدي القبعات والبدلات، لكن ليس فقط النظارات هي ما تشير إلى أنه من المستقبل، بل يمكن ملاحظة أنه يرتدي قميص مطبوع عليه بأسلوب سكرين برينت وهو يحمل كاميرا حديثة. وآخر الروايات عن السفر عبر الزمن ادعى رجل يبلغ من العمر 14 عاما بأنه قادما من المستقبل من عام 2033، وأرسل رسالة صوتية إلى شبكة أبكس تي في وقال فيها: مرحبا، هذه هي رسالتي الأخيرة لكم قبل أن أعود إلى عام 2033. أنا أسجل الرسالة قبل أن أجمع أشيائي وأعود للعام 2033 وهو العام الذي أعيش فيه بشكل طبيعي، وقد وعدت بالإجابة على الأسئلة، ولكن أولا سأقول كيف تحققت إحدى نبوءاتي بالفعل. لقد أخبرتكم أن إنترنت 5G قادم قريبا وهو موجود بالفعل في إحدى المواقع، وأيضا في عام 2019 ظهرت أحداث غريبة وقد فسروها بأنهم فضائيون، لكن في الحقيقة سيتم الكشف عن كائنات ذكية بخارج كوكب الأرض، وهذا سيكون في عام 2028، وهؤلاء الكائنات سيجلبون السلام والازدهار ويساعدوننا حقا كبشر. والسبب بازدياد الأحداث في ديسمبر 2019 هو أن الفضائيون يقومون بفحص البشر لإجراء فحوصات روتينية، وسيتم الكشف عنها أخيرا في أغسطس من عام 2028. أما بالنسبة للسؤال كيف يمكننا أن نعيش للأبد في المستقبل، فإنه في عام 2033 يمكن أن نبلغ من العمر 130 عاما ولدينا خطط لنكون قادرين على العيش لأجل غير مسمى، ولكن ذلك سيكون داخل محاكاة للكمبيوتر، فهناك يختار معظم الناس تحميل أدمغتهم على هذه المحاكاة. أما بالنسبة للتعليم فما زال الناس يمكنهم الذهاب إلى المدرسة ولكن ليس عليهم ذلك. هذا كل ما قاله هذا الرجل. والقصة الثانية ظهرت في فيديو غريب نشرته قناة بارانورمال إليت عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب. قال نوح أنه يخاطر بحياته من أجل القدوم إلى الأشخاص الذين يعيشون حاليا في 2017 وتحذيرهم مما يخبئ المستقبل. ومن بين ادعاءاته بما سيحدث في المستقبل تضمن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية أخرى في 2020، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحظى بزخم هائل في المستقبل وسينتشر استخدام أجهزة تشبه نظارات جوجل، وتم التشويش على وجهه حتى لا يتم التعرف على هويته. وقال: ليس في نيتي أن أخدع أي شخص، أريد أن أكون واضحا، وهدفي الوحيد هو أن أثبت للناس أن السفر عبر الزمن موجود وواقعي. ولفت أنه مسافر عبر الزمن من عام 2021 إلى يوم 13 من نوفمبر 2017، وأوضح أن أبرز منظمات سرية فقط تستخدم السفر عبر الزمن لكنها ستتوفر عام 2028. وأضاف وهو يتحدث بسرعة جدا: أريد أن أبلغكم ببعض الحقائق حول المستقبل لأثبت لكم أن السفر عبر الزمن موجود بالفعل.
شاركونا آراءكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.